couples en général. Dis maintenant en général, je préfère même في حالة الأمراض, je préfère recevoir مع الكوبل parce que on sait le soutien ديالو. مرات نطيح في دي كوبل وين رجال سمحوا لي مع احترامي سمحوا لي على الكلمة رخاص. أنا عندي مريضة باسكو عندها تيبركيلوز وكنت في الحصة هدرت عليها. تخيل في الكابينية نشفى أي تعرفني أي تسير أي تسمع فيها دوكا تهبل يا لطفين بوبي 22 ans مارياج دون اني نديرو سيليون نلقاو تيبركيلوز خربت لها القناتين. دونك نانونسي بهنا نانونسي بعد العملية, لأنه بعد العملية أنا ما نقولش كيكونوا دخانين ما نشوفش لي مالا دياولي كيروحوا 3 ايام 4 ايام يبراو لي مليح يجوا في كامل قوام العقليه ثم نناقشوا واش لقينا ثم نستوعب واش باهي يستوعب واش درتي اكزاكتومون باهي تاخذ قرار معايا. ثم قلت لها لطفي تقريبا احتمال الانجاب معدوم بصح نديروا لا شيميوثيرابي اونتي تيبركيلوز العلاج المضاد لا تيبركيلوز ومن بعد نديسيدي واش نديروا. تخيل لطفي واش دار لا مالاد دو شلف خلاها في الكابيني وراح مع خلاها عيط مالي عاد جدها مشلف الله إيه كما اللي قلتيها عليها قليله قلت لك قلت لك دونك تي فوا شفت هذيك لي سيتوياسيون المريضه مازالها تعاود تجيني وعاودت تزوجت وعاودنا العمليه ولقينا بلي جهه ولات لاباس بها ما شاء الله ربي سبحانه شفت هذيك المواقف تتحط فيها